اللي بيدير البلد مش عارف او مش فاهم او فاهم وبيستعبط، عارف ان الناس مش راضية وبيخيرهم زي ما هتشوف السيسي دلوقتي، تاكلوا ولا تتعالجوا. طب يا بني ادم، ما انت لو ما اكلتش الاكل نفسه جزء من العملية الصحية، اليس كذلك؟ تمام يا فندم. والحاجة المشكلة عندنا ان كان في عندنا احصائية عاملة الامم المتحدة في العام الماضي، طلع ان 90% من المصريين عندهم سوء تغذية، ودي فعلا مأساة، اكل غير مناسب. فالاكل غير مناسب، فالسيسي عشان كده بيقول لنا ما بتاكلوش، مش كده بيقول للشعب ما تاكلش. هو افرجك الفيديو لعله يبقى مناسب في هذه المرحله، ان حضرتك تشوف الجهل لما يتمثل في شخص واحد بيدعي انه رئيس للدوله، وانه تاكله ولا تتعالجه. يا بني ادم، ما هو يعني لازم ياكل يا ابني. المنظمه العالميه بتقول لك عندنا سوء تغذيه، ومع ذلك تقول له ما تاكلش وتعالج. انا لو بختار، هو بيقول انا لو بختار اقول تتعالجه. المفروض ان انت تتعالج في اي مصحه نفسيه. اكيد انزل بالفيديو يا استاذ. احنا بنحل المساله، بس بنوريكم ان حلها هو قدرات، هو امكانيات. انا لو تخيرني بين ان انا اكل ولا اعالج دول، لا اعالج دول. لو تخيروني بين ان انا اخلي الام والاب والجد واللي كان والطفلة حتى انها تبقى سعداء واسرهم مطمئنة، ده ولا ناكل؟ انا عبد الفتاح بقول لا، دول واللي زيهم. انا عبد الفتاح، بس انا باكل كويس كعبد الفتاح، وبروح الجيم وبلعب، مش انا عبد الفتاح كويس.